موربيوس هو شخصية من شخصيات مارفل الشريرة اللي عمرنا ما سمعنا عنها او شفناها قبل كده، بس بعد نجاح الكاسح اللي عمله فيلم فينوم سوني قررت انها تاخد تجربة الانتي هيرو من تاني في شخصية موربيوس. بس اغلب اللي شاف الاعلان او سمع عن الفيلم فكر في نفس الحاجة، وهي مين هو بحق الجحيم هو موربيوس، وليه جاريد ليتو اسوأ جوكر هو اللي بيجسد دوره. فانت لو مهتم تعرف اكتر عن موربيوس وايه علاقته بشخصيات مارفل التانية زي سبايدر مان او بليد، فالفيديو ده ليك يا معلم. وطالما وصلك الفيديو ما تنساش تخبط اللايك، ولو انت جديد تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا. في قرية كده في اليونان بيتولد طفل عنده مرض نادر في الدم بيخلي شكله مختلف عن بقية الناس. الطفل ده يبقى اسمه مايكل موربيوس. طفولة موربيوس كانت صعبة شوية لانه كان بيتعرض للتنمر بشكل متكرر من الاطفال التانيين بسبب شكله، لكن برغم كل ده فهو شخص مثقف وذكي جدا، وده اللي خلاه يقضي بقية حياته يسعى ورا العلم لحد ما وصل لدكتوراه في الكيمياء الحيوية وبقى معاه جايزة نوبل. لكن برغم كل الانجازات دي كان عنده اصرار انه يعالج المرض اللي عنده، وشكرا لخبرته في الكيمياء الحيويه اكتشف طريقه بتشمل الدي ان اي بتاع الوتوات والعلاج بالصدمات الكهربائيه. موربيوس كان متعشم جدا ان ده خلاص هيبقى العلاج الامثل ليه، لكن للاسف موربيوس لبس في الحيط. التجربه اللي خدها على نفسه حولته لوحش متعطش للدماء، وبدل ما كان بيعالج مرض واحد لقى نفسه بيعالج امراض الدنيا والاخره. لكن لو بصينا للجانب الايجابي هنلاقي ان التجربه دي ادت لكل القدرات الخارقة بتاعت مصاصين الدماء زي القوة والسرعة والاستشفاء. لكن مارفل مش بتعتبر الشخصية دي انه مصاص دماء قوي، لان مصاصين الدماء يعتبروا كائنات ميتة وموربيوس ما يعتبرش ميت، وده اللي بيخليه نص مصاص دماء او زي ما بيلقبوه The Living Vampire. موربيوس هو انتي هيرو. زي ما انتوا عارفين الانتي هيرو ده شخص ما عندوش اي صفه من الصفات البطوليه، لكنه شايف ان اللي بيعمله صح حتى لو في نظر الناس غلط، وساعات بيكون جواه دوافع نبيله بس بتبقى غامضه. ودي اول حاجه اتعرفت عنه من ساعه ما ظهر في الكوميكس لاول مره سنه 1971 كعدو لسبايدر مان. مع ان ظهوره في الكوميكس من ساعتها كان قليل جدا، لكنه ظهر في كذا نسخه للكوميكس بتاعت مارفل زي بليد والتيميت مارفل. للي ما عرفش ايه التيميت مارفل او ما سمعش الكلمة دي قبل كده، دي المفروض كانت سلسلة من الكوميكس بتدور احداثها في عالم موازي لعالم مارفل اللي احنا عارفينه، وفي كمان اغلب الشخصيات اللي نعرفها واللي منهم موربيوس. الظريف هنا ان موربيوس في عالم التيميت مارفل كان ظاهر على انه مصاص دماء كامل بحق وحقيقي واخو دراكولا التاني. بالنسبة لبره الكوميكس فموربيوس عمل ظهور بسيط جدا في العاب سبايدر مان. ظهر في لعبة سبايدر مان اللي نزلت بلاي ستيشن 4 بشكله الادمي، والمفاجاه هنا انه كمان ظهر في لعبه سبايدر مان 3 لو تفتكروها. موربيوس كمان ظهر في الكرتون بتاع سبايدر مان، بس في نفس الوقت شوهه الشخصيه، لانه في الكرتون بدل ما كان المفروض يمتص الدم من الضحايا بتوعه زي اي مصاص دماء كان بيمتص بدلها البلازما عن طريق اخرام صغيره كده بتطلع من ايده، وفوق كل ده بيفضلوا عايشين. خلوني كده ارجعكم لذكريات الماضي وافكركم بفيلم من افلام مارفل اللي في الاول الالفينات، وهو فيلم بليد. للي ما شافش التلات اجزاء بتوع الفيلم او سمع عن شخصية بليد قبل كده فده يبقى الشخص اللي واخد لقب سفاح مصاصين الدماء في عالم مارفل. هو حرفيا عايش بس علشان يصطادهم وخلاص. بالنسبة للناس اللي شافوا الجزء الاولاني للفيلم خليني هنا افاجئك يا عزيزي المشاهد واقول لك ان شخصية موربيوس ظهرت فعلا في الفيلم، لكن للأسف المشهد اتحذف في النسخة الأخيرة. المشهد ده كان في آخر الفيلم، هتلاقي فيه موربيوس بيظهر فجأة من لا شيء وهو وبليد بيتبادلوا النظرات زي ما انتوا شايفين كده. الهدف من المشهد ده انهم كانوا عايزين يمهدوا اللقطة دي للجزء الثاني للفيلم ويخلوا موربيوس الشخصية الشريرة للجزء ده، بس في الآخر ما عجبتهمش الفكرة. لكننا مش لازم نفقد الأمل ان احنا نشوف بليد وموربيوس في فيلم واحد، لأن مارفل أعلنت انها هتعمل فيلم من أول وجديد لبليد وهيكون البطل مارشال علي، فده يدي احتمالية بسيطة اننا ممكن نشوفهم سوا.
اكتر حاجة ممكن تحمسك لفيلم موربيوس هي الصلة اللي ما بينه وما بين سبايدر مان، تحديدا سبايدر مان بتاع عالم مارفل السينمائي اللي بيجسدها توم هولاند، لانها كانت صدمة نوعا ما ان فيلم موربيوس كان فيه روابط بسبايدر مان اكتر من فيلم فينوم نفسه، فينوم اللي المفروض انه العدو الاساسي لسبايدر مان. يعني مثلا ممكن ناخد لقطة صغيرة كده من الاعلان، هنلاقي فيه موربيوس ماشي في حاله كده في شارع جانبي ووراه جرافيتي مرسوم عليه سبايدر مان، مش بس كده ده كمان مكتوب عليها ميردرر او قاتل. وهنا يجي السؤال اللي حير مشاهدين كتير، ازاي سبايدر مان قاتل؟ ليه كده؟ الاجابة المنطقية ان ده تلميح لفيلم سبايدر مان فور فروم هوم، لما ميستيريو في الاخر طلع صورة غلط على سبايدر مان للناس بانه شخصية شريرة علشان هو اللي تسبب في قتله. كمان لو ركزت على الجرافيتي شوية هتلاقي ان سبايدر مان اللي في الصورة ده اقرب اكتر للنسخة بتاعة توبي ماجواير، وده اللي يخليك تفتكر ان سوني بس حطت الصورة دي كنوع من الدعاية وان الفيلم ده ملهوش اي علاقة بسبايدر مان اللي يخص عالم مارفل، لحد ما ظهر مايكل كيتون في اخر الاعلان. واللي مش فاكره ده اللي كان موجود في سبايدر مان هوم كومينج في دور فولتشر الشخصية الشريرة. ظهوره معناه ان 99.9 الفيلم ده بشكل كبير هيكون مربوط بعالم مارفل السينمائي. يعني حتى بصوا هتلاقوه لابس نفس البدلة بتاعت السجن اللي كانت في سبايدر مان، فده نوعا ما بيديلك انطباع ان احداث الفيلم بتاعت موربيوس هتكون بعد احداث فيلم سبايدر مان فور فروم هوم، وده بحد ذاته خطوة كبيرة جدا. انتوا مش متخيلين يا جدعان، استوديوهين بيكرهوا بعضهم زي سوني وديزني هنلاقيهم بيشتغلوا مع بعض بالكثافة دي، كانت حاجة مستحيل ان حد يتوقعها. يمكن سوني حبت انها تاخد الخطوة دي علشان تعيد احياء حلمها للمفاجأة الكبيرة وهي فيلم السينستر 6، ودول مجموعة من اعداء سبايدر مان بيجمعوا كده في شلة واحدة عشان يجيبوا سبايدر مان الارض. حرفيا هم بقالهم اكتر من 10 سنين بيخططوا انهم يعملوا الفيلم ده، فرصتنا ان احنا نشوفه بقت دلوقتي اكبر من اي وقت فات. المهم خلوني اعرف رأيكم للموضوع ده في الكومنتات، والمناسبة هل انتم شايفين ان موربيوس هيعمل نجاح اكبر من فينوم ولا لا؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم حابين تشوفوا فيديوهات تانية زي دي ما تنسوش تشتركوا في القناة. كان معاكم مروان، والسلام عليكم.